من ساكنة الرباط وش غنقول لك اختي، انا جيت دابا للمارشي باش نشوف الحوت، ولكن اثمنه باهظه في الحقيقه ليست في متناول المواطن المغربي، وبحكم المغرب زعما جوج ديال البحوره والحوت غالي، فما كنظنش انا هذا المواطن المغربي غادي يقدر لا على حوت ولا على الدجاج ولا على اللحم. فلهذا كنطالبوا السلطات باش تدخل في هذا الشيء وتحد من الحد الادنى ديال الحوت، باش الانسان يتمكن يشري الحوت ويتمكن زعما باش يكون في متناول جميع المواطنين، لان هذه الاثمنه زعما باهظه وتدهش المواطن المغربي. السردين اللي هو كان في متناول الجميع شحال هذه، واللي كان هو رخيص 10 دراهم او 9 دراهم او 10 دراهم، فما بقيناش كنوصلوا له، ما بقاش المواطن المغربي كيوصل له، لانه دابا اصبح كيولي 30 درهم، و30 درهم غاليه على المواطن المغربي. اقولها والله يحسن العوان اللي عنده الاسر واللي عنده الدراري واللي عنده راه الله يحسن العوان، راه ليست في مقدوره المواطن. الثمنة باهظة، ما فين ما عطى راسو كيلقى الغلا، كيلقى الدجاج غالي، كيلقى اللحم غالي، كيلقى الحوت غالي، كيلقى الخضر غالية، الفواكه، إوا ماذا سيأكل المواطن المغربي؟ ودائما كنناشدوا السلطات في التدخل في هذه الأثمنة، لأنها في الحقيقة لا 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 ليست في متناولنا وليست في متناول المواطن المغربي. واش غادي نقول لك، اللهم هذا منكر. وحنا بدنا نتواجدوا في السوق ديال السمك، الحوت اختي غالي وقليل، ما كاينش غالي وقليل، الثمن طالع بزاف. السردين كاع ما كاين، كاين الشطون، خليتي الشطون ب 20 درهم. المواطن غادي يتقاتل مع الوقت وصافي. تسع ما ياكل لا حوت لا دجاج، قضيه صعبت. وي والدوله هي اللي مسؤوله اختي على هذا الشيء هذا. فهمتي ولا؟ الدوله هي اللي مسؤوله. اللي خصها توفر للمواطنين هذه المسائل ديالها. كل شيء غالي ولكن ما كاينش اللي تيسمع ولا شي حاجه، ما كاينش. هادشي اللي كاين ما تيهضرش، كلشي ساكت. اختي اللي خلات شي ما توفرش هو الشناقه، عندنا حنا الشناقه في جميع الميادين، فهمتي ولا؟ تنسمعوا هاد الكلمه حنايا في العيد الكبير، ساعه عندنا حنا هادشي في كلشي، عندنا الشناقه. ما عندي ما نقول لهم، شنو نقول لهم؟ خليهم يتبردوا مع راسهم وصافي، ما كاينش محاسبه والمراقبه، راه كلشي تيدير اللي بغى. أثمنة طالعه بالنسبه للواحد اللي كان كياخذ الحوت، لان الحوت اساسي الواحد كياخذ واخا غير جوج مرات، لقينا شويه طالع بالنسبه للواحد اللي ما غيقدرش ياخذ حتى السردين، تيوصل حتى ل 25 درهم 30 درهم. السردين اللي كان ديال الدراوش ما بقاش ديال الدراوش، ولا بالنسبه غالي اختي، ما يقدرش الواحد غادي يشري السردين بهذا الاثمنه. الله يحسن العوان على كل واحد. ايوا السبب ديال هذا الغلا على كل شيء، الغلا على كل شيء، يعني هذا الغلا ما كناش كنتظروا نهائيا غادي يوصل لهذا لهاد السنة. بعد أكثرية هاد السنة الغالة بزاف، إنسان اللي غادي يقدر ما يقدرش ياكل مسكين لا دجاج لا حوت، ما غيقدرش، ضعيف ما غيقدرش مسكين يوصل. بالنسبة للأثمنة اللي طلعت دابا اليوم اللي الدجاج اللي كان أرخص حاجة كان كيوصلها الضعيف ما يقدرش يوصلها، يعني ولات ب 26 درهم للكيلو الدجاج، ما يقدرش واحد مسكين اللي كان تياخذو عيب 13 درهم مثلا ولا 14 درهم. ومقر على كل شيء، مقر في كل حاجه اللي هي كتحط على يدك كتلقايها طالعه، حتى حاجه ما كل شيء طالع. هو كنحمل مسؤوليه للحكومه، انت نقول لهم يشوفوا من حال الضعيف. السخاوي انس سيفتي نائب جمعيه تجار السمك وبائع السمك بالتخصيص. انا شفت ديك السردين باش 30 درهم، لان كاين السردين تيجي من الجنوب. السردين من الجنوب كيف في الجنوب دابا عامر بالتوريزم. السردين ديالو تيبقى عندهم، ما تيجيش لوسط المدينه الدار البيضاء ولا الرباط، تبيعوهم محتاجين. الشمال فيه السردين تيبقى في الشمال، تيولي في الداخل تيولي السردين قليل، تيولي العرق اكثر من الطلب. 30 درهم ما بين 25 30 درهم هذا في شهر 7 و 8، لان البلدان الساحليه طالبه اش ما عندهم تيجي عندنا، ما تيجيبوا لنا شي ولي قليل. تيجي الدار البيضاء بالسياره اخر، عنده تيشري الشريه الاولى والثانيه والثالثه، عاد تيوصل للدار البيضاء. الدار البيضاء تيولي عاوتاني كاين الشناقه، راه تيزيدوا فيه اوتوماتيكمون، ما شوفيش داك السيده الاولى، شوفي كيفاش يوصل للدار البيضاء، شحال من ايطاب تيدوز، تيوصل على البيا الشريعة، تيوصل على الوكال. لا دابا جوج بحور، الحوت كاين الحوت ديال سيزوني، كاين الحوت موسمي تيكون موجود، وبعض المرات تيقطعوه باش يولد باش يخلف باش ما يتقطعش السمك، راه ماشي ديما الحوت، راه واخا راه كاين جوج بحور، راه عندنا 60 اوتيل 55 قهوه، البشر كثر.
الباشا تا هو كثر حتى المدن اللي كانت ما فاش لي زوطي ولا فاش لي زوطي تا هما تيخدموا الحوت. في الاول كان ذاك المدن محدوده الرباط وسلا والدار البيضاء، الرباط وسلا وطنجه ومراكش، دابا ولا المغرب كله تيدير الحوت. والله يحسن العوان اختي، الله يحسن. بقى فينا ماشي 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 السد اللي غالي، راه تبدا من الخضره للحم الدجاج، والسد اللي رخيص بالنسبه للحم والدجاج راه رخيص. من الخضره كاين انت ما تمشيش تشري خضره 1000 ريال الخضره، ما تصايب باش 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 غتكملي عاوتاني تشري خضره ب 10 دراهم غتكملي الحم ولا الدجاج ولا الحوت. لا لا غير الحوت غالي، غالي على المواطن، ما تقدريش تشري الحوت دابا بزاف غالي في شهر 7 و8 غالي، لان قليل، لان المناطق الساحليه فيها الحوت تيبقى فيها، المناطق الجنوبيه الحوت تيبقى فيها، المناطق الداخليه داك الشويه الحوت يدبجوا عليه هنا تيولي غالي، يقدر ولا كليونتي في شهر 8 تيكونوا مسافرين تيولي غير السائح المغربي، السائح المغربي تيمشي للقهوه تيمشي للوطيل ما تيقش الحوت باش يطيبوا تيجي يرتاح. الله يحسن عواكم اختي في كل شيء ماشي في الحوت، في كل شيء الله يحسن العوان، الله يحسن العوان المواطن المغربي مسكين، الله يحسن العوان.